السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة ميس التعليمية النهاردة يا مامي هنذكر مع بعض lessons 83, 84 and 85 إن شاء الله هنشرحه مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة علشان تشرحوا لأولادكم بكل سهولة تابعوا معايا لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا يا أصدقائي تدعموني لايك للفيديو وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد يلا اصدقائي نبدا مع بعض هنبدا مع بعض lesson 83 rounding 3 digit numbers to the nearest 100 تقريب عدد مكون من ثلاث ارقام لاقرب 100 لاقرب 100 خلنا عندي اللسن اللي فات rounding 2 digit numbers to the nearest 10 يعني تقريب عدد مكون من رقمين لاقرب 10 يعني الاقرب عشرة لا ده عندي 3 digit numbers لاقرب 100 لاقرب 100 هنا عندي اول حاجة اصدقائي هو هيشتغل على النمبر لاين الخط الاعداد هنا عندي في المثال اللي قدامي بيقول which hundred is one hundred and twenty closer to هو عاوز يعرف ال one hundred and twenty هي الاقرب لايه طبعا زي ما شايفين عندي ده عندي three digit numbers يعني الرقم بتاعي مكون من ثلاث ارقام يبقى هنعمل لهم ايه هنعمل لهم to the nearest 100 هنخليه الأقرب 100 لأقرب 100 يبقى هنرسم النمبر لاين بتاعي from 100 to 200 تمام يبقى عندي من 100 لحد 200 احنا هنعمل النمبر لاين بتاعي زي ما شايفينه كده عندي هنا اصدقائي حط في النص عندي ال 120 تمام عايزين نعرف بقى ال 120 دي closer to 100 أو 200 ها طبعا هي عندي الأقرب لمين؟ ل 100 يبقى عندي هنا ال 120 is closer to 100 بعد كده بيقول ذان 120 rounds down to 100 يعني هي بتتقرب لأسفل هنا قصدي زي ما شايفيني أصدقائي طبعا هي عندي التقريب بيكون لأسفل عشان هنا الأقرب بتاعي بيكون نازل لتحت طيب واحدة كمان هنا بيقول which 100 is 100 and 70 كلوزر تو ال 170 دي تو عاوز يعمل لها طبعا تقريب لاقرب 100 ليه علشان هي مكونه من 3 ديجيت نمبرز مكونه من ثلاث ارقام يبقى دي اول حاجه هعلمها لابني اول ما اشوف الرقم بتاعي مكون من كام رقم ساعتها بقى هعمل عندي التقريب بتاعي لاقرب تينز او لاقرب 100 اوكي طيب اول حاجه هنعمل النمبر لاين بتاعي هنحط فيه النمبرز from 100 تو 200 عندي هنا اصدقائي زي ما شايفين حاطط دايره على ال 170 طيب عاوزين نعرف ال 170 دي كلوزر تو 100 اور كلوزر تو 200 ها طبعا زي ما شايفين هنا عندي في النمبر لاين بتاعي هي الاقرب ل 200 اللي هي ال 200 يبقى عندي هنقول ال 170 كلوزر تو to 200 then بعد كده بيقول ان 170 rounds up to 200 هي طبعا الاقرب لاعلى هنا زي ما شايفين هنا عندي لما بنطلع لفوق الرقم بيكون اقرب من 200 طيب حد هيسال هيقول يا مس هو احنا هنا عندي هنشتغل أطرع على طول على النمبر لاين هقول لا زي ما اشتغلنا عندي في الدرس اللي فات اشتغلنا على طريقه الارقام اللي هي الريتش والبور فاكرينها عندي كمان في الدرس ده هنشتغل كمان على الريتش والبور الارقام الفقيره والارقام الغنيه نفتكر مع بعض هي ايه عندي البور نمبر number والريتش نمبرز نشوف مع بعض قلنا عندي البور نمبر اللي هو ال0 وال1 وال2 وال3 وال4 وقلنا عندي الريتش نمبرز اللي هما ال5 وال6 وال7 وال8 وال9 دول عندي الريتش نمبرز احنا عندي في الليزن اللي فات كنا بنبص على الوانز ونشوف عندي النمبر بتاعي ده تبع البور ولا الريتش لا هنا عندي النمبر بتاعي مكون من 3 ديجيت نمبرز يبقى هنبص عندي على الرقم اللي قبل خانة الهندرز مين هو التينز يبقى عندي هنا احنا بنبص على مين بنبص على التينز ركزوا معايا بنبص على مين على التينز النمبر اللي بيكون عندي في النص هو اللي بنبص عليه اللي هو طبعا التينز احنا عارفين النمبر بتاعي مكون من 1 و 10 و 100 احنا الوانز بنعوض عليه على طول وبنحط زيرو بعد كده عندي طبعا كمان التنز بنحط زيرو ونشوف التنز ده التنز تبع البور ولا الريتش لو تبع البور يبقى عندي الرقم اللي بعده بينزل على طول اما لو تبع الريتش طبعا عشان هي غنيه هندي لها ون هندي لها رقم واحد وهتزيد الرقم بتاعي اللي هو موجود عندي في خانه الهندرد نشوف يا اصدقائي مع بعض الكلام ده بالامثله هنا عندي في المثال اللي قدامي بيقول round the following numbers to the nearest hundred يعني قرب الأرقام التالية لأقرب مية هنا عندي أول نمبر بتاعي 230 is closer to أول حاجة عندي إحنا نخذنا فيه تحت الوانز بنزل زيرو زي ما هو تمام بعد كده عندي بنبص على خانة التنز فيها كام هنا عندي فيها 3 3 دي تبع البور ولا ريتش الثلاثة بقى البور يبقى عندي هننزل زيرو مكانها ونحط كمان الاتنين تنزل زي ما هي اوكي نشوف النمبر اللي بعده 490 is closer to اول حاجة عندي بنحط زيرو في الخانة الاولانية مكانها اللي هو خانة الوانز فخانة التنز كمان بنحط زيرو بعد كده بنشوف النمبر ده اللي موجود في التنز تبع الوانز ولا تبع تبع البور سوري تبع البور ولا تبع الريتش طبعا عندي ال9 تبع الريتش يبقى هتدي عندي 1 لل4 يبقى 1 plus 4 equals 5 يبقى عندي كلوزر 2 500 مثال كمان هنا عندي 550 is closer to هتشوف عندي اصدقائي هنا عندي اول حاجه الزيرو الموجود في الوانز عندنا الزيرو زي ما هو كمان عندي الفايف اللي موجودة في التنس هنحط مكانها هي كمان زيرو هنشوف الفايف دي تبع البور ولا تبع الريتش عندي الفايف تبع الريتش يبقى هتدي اللي جنبها وان الفايف هتبقى سكس يبقى الرقم بتاعي هيبقى سكس اللي بعدها هنا عندي بيقول 840 هاندرد اند فورتي هيا اصدقائي هنعمل ايه اول حاجة هقول لابني نزل الزيرو وكمان اللي بعدها حط زيرو طيب عندي هنا الفور تبع البور ولا تبع الريتش الفور هنا عندي تبع البور يبقى مش تدي حاجة اللي جنبها يبقى الايت هتنزل زي ما هي يبقى عندي الناتج بتاعي هيكون 800 نشوف نوع مختلف من المسائل ننزل لتحت هنا عندي بيقول 90 90 is 2 to هو عاوز يقربها طيب عندي هنا المسألة بتاعتي فيها رقمين لا هنا عندي ناحية الشمال في رقم تالت اللي هو الزيرو تمام يبقى هنقربها هنعمل ايه هنحط اول حاجة عندي زيرو بتاع الوانز وزيرو كمان بتاع التينز طيب هنبص على التينز اللي فيها الناين الناين تبع البور وتبع الريتش الناين تبع الريتش يبقى هتروح تدي عندي نمبر 1 رقم واحد للي جنبها اللي جنبها 0 يبقى 0 1 ايكوالز 1 يبقى الناتج بتاعي 100 طيب نشوف نوع كمان مختلف هنا عندي جاي 40 40 is closer to طيب هنعمل ايه طبعا عندي ناحيه الشمال هنا في 0 يبقى اول حاجه هننزل عندي 0 في ال ones و 0 كمان في التنز طيب عندي هنا الفور تبع البور ولا تبع الريتش عندي الفور تبع البور يعني معنى كده ان هي مش تدي حاجه للي جنبها يبقى الناتج بتاعي في الاخر بي 0 زيرو بي زيرو بعد كده عندي يا اصدقائي هنشوف مع بعض مسائل على سبتراكت وعلى الاديشن هنا عندي بيقول 570 بلس 220 زي ما شايفين هنا عندي اول حاجه جايب عندي هيعمل تقريب للاولاني الرقم الاول اللي هو 570 طيب هنعمل ايه هننزل عندي الزيرو والزيرو هنبص على التنز التنز فيها كام فيها سيفن تبع مين تبع الريتش تدي وان اللي جنبها الفايف هتبقى سكس يبقى سكس هندرز نفس الشيء تحت هنا عندي هنحط اتنين زيرو او دبل زيرو عندي الاتنين اللي موجوده في التنز اللي عليها الدايره دي ها تبع البور ولا تبع الريتش تبع البور يبقى عندي التو اللي موجوده في الهندرز هتنزل زي ما هي يبقى هنجمعهم على بعض 600 بلس 200 ايكوالز 800 دي اصدقائي بالنسبه للمسائل لما بتكون عندي بلس جمع طب لما تكون ماينس هنا جايب 390 ماينس 150 ايكوالز اول حاجه هنعمل عندي تقريب للي فوق اللي فوق هنقربه هننزل اتنين زيرو دبل زيرو عندي الناين تبع الريتش هتدي واحد اللي جنبها هتبقى عندي فور طيب اللي تحت يبقى دي 400 اللي تحت هنحط كمان دبل زيرو ال 5 دي تبع مين تبع الريتش تدي عندي 1 اللي جنبها هتبقى 2 يبقى 200 يبقى 400 minus 200 equals 200 lesson 84 and 85 adding two digit numbers with regrouping يعني هنا جمع رقمين أو جمع عدد مكون من رقمين مع إعادة التجميع خلنا قبل كده عندي regrouping معناها إعادة التجميع اللي هو قلنا عليه إن إحنا بنسلف للخانة اللي جنبها طيب عندي هنا في في المسائل بتاعتي هو جاي كده طريقه معينه في الحل هنشوفها في البدايه مع بعض هنا بيقول اد آه يعني اجمع اد آه يعني اجمع انا اصدقائي عملت فيديو عندي في القناه في اهم المصطلحات اللي عندي اللي موجوده عندي في المنهج كله بتاع الماس هتلاقوه موجود عندي في القناه وهسيبه لكم عندي في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان هسيبه لكم عندي في نهايه الفيديو يعني نشوف مع بعض هنا عندي بيقول اد يعني اجمع 28 and 35. هو عاوز ان احنا نجمع الرقمين دول مع بعض طيب هو عندي هنا جايبهم عندي في 3 steps ثلاث خطوات اول حاجة عندي رسم تيبل الجدول ده عندي في الوانز وفي التنس هو اول حاجة عمل ايه جاب اللي هو الموجود في الوانز وحطه عندي في الوانز وجاب التنس وحطه في التنس. اللي في الوانز عندي كام عندي ايه حط هنا عندي, eight, عندي, eight cubes. عندي 8 عندي إيت عندي تمن مكعبات من تحت عندي كمان حط إيه حط فايف. دي الأرقام الموجودة عندي في الونز الإيت والفايف طيب في التنز في التنز عندي تو وعندي ثري طيب التو موجودة عندي في ال التنز التو في التنز أصدقائي معناها تونى يعني إحنا هنا عاوزين كام؟ عاوزين هنا تونى تونى كوبس يعني 20 مكعب. هو جايب عندي العمود ده العمود الواحد ده في عشرة في تن في كام في تن كوبس يعني في عشر مكعبات كل عمود تمام يعني العواميد بدل ما هم سايبهم كده كل واحد لوحده لا هو حاططهم كلهم في عمود واحد وفي عشر مكعبات العمود الاولاني عشرة العمود الثاني عشرة يبقى دول عندي كام توني طيب بعد كده عندي الناحية التانية في ثري تنس طيب يبقى هنعمل كام هنعمل 3 ادي عندي 3 ادي 1 2 3 كل واحد فيهم عندي فيه 10 يبقى دول عندي 30 بعد كده هنا عندي بيسال سؤال بيقول اذا توتال وانز مور ذان 9 يعني هل عندي هنا الارقام موجوده في الوانز دي اكبر من 9 نشوف مع بعض عندهم

طيب هنعمل ايه؟ هنعمل هنا عندي يا اصدقائي دام النمبر بتاعي اكبر من 9 more 9 يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل regroup هنعمل ايه؟ regroup يا عدد تجميع هنعمل عدد تجميع لايه؟ ل10 ones يعني 10 وحدات من المكعبات دول هنعملهم يا اصدقائي في 10 هنعملهم في ايه؟ في 1-10 طب نشوف ازاي مع بعض هنعمل اول حاجة جروب للتين وانس عشر وحدات من الكيوبس من المكعبات وان تو ثري فور فاي سيك سيفن ايت ناين تن. ادي عندي تين زي ما هو اصدقائي معلم عليهم هيروحوا عندي الناحية اللي جنبها كلهم على هيئة عمود زي ما قلت عندي العمود الواحد بيبقى فيه تين يبقى التين دول هنحطهم في عمود واحد في الخانة اللي جنبها في خانة التنس بقى كام عندي اصدقائي في الوانز بقى 3 بقى كام بقى 3 طيب نشوف مع بعض التنزي فيها كام فيها 1 2 3 4 5 6 فيها كام فيها 6 يبقى عندي الناتج بتاعي 63 دي اصدقائي المساله بتاعتنا طبعا انا شرحتها قبل كده في الدروس السابقه بس شرحناها لما كنا بنشرح درس بتاع الماني بتاع النقود لا هنا احنا عندي بنتعامل كله بالارقام العادية مش بالفلوس طيب نشوف مع بعض امثلة تانية بيقول اد اجمع رايت ذا ثم يعني اكتب الناتج ذا فيرست وان از done فور يو اول واحده محلوله طبعا او معموله يعني ليك هنا عندي بيقول 15 twenty 27 ايكوالز هنعمل ايه هنعمل التابل في ones وفي تينز طيب عندي هنا الوانزي اصدقائي فيها كام فيها 5 وفيها 7 في المساله في المساله بتاعتي ال5 وال7 موجودين في الوانز يبقى هنرسم عندي هنا 5 وهنرسم 7 سبع مكعبات وخمس مكعبات زي ما هو عامل كده طيب عندي التنز التنز فيها كام فيها 1 وفيها 2 يبقى هنرسم هنا عندي كولوم عمود 1 وعندي كمان هنرسم 2 كولومز يعني عمودين حلو كده تمام بعد كده هنعمل ايه هنشوف عندي اللي في الوانز دول كام رقم نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ايه ده ده فيها 12 ما ينفعش ان احنا نحط طبعا اكتر من 9 وال12 اكتر من ال9 لازم نحط 1 نمبر في الخانه الواحده لازم يكون فيها عندي 1 نمبر طيب يبقى هنا هنعمل ايه يا اصدقائي هنحط عندي كلهم في دايره او زي ما هو حاطتهم عندي في مربع هنحطهم كل كام هنحط تن تن هنحط تن ايه تن كيوبس عشر مكعبات هنحطهم في مربع تمام العشر مكعبات دول هنجمعهم مع بعض ونحطهم كلهم عندي في كولوم يعني في عمود وندي للخانة للي جنبها طبعا العمود ده فيه كام فيه تن فيه عشر تن كيوبس عشر مكعبات زي ما شايفين كده طيب بقى كام عندي بعد ما العشرة دول اخدناهم بقى عندي تو بقى كام بقى تو طيب هنا عندي طب والتنز فيها كام التنز فيها 1 2 3 4 فيها 4 يبقى الناتج بتاعي 42 مثال كمان هنا بيقول 37 46 طيب هنعمل ايه هنبص على الوانز الوانز فيها 7 وفيها 6 هنعمل 7 و 6 زي ما شايفين هنا كده اصدقائي 1 2 3 4 5 6 7 ادي عندي 7 كيوبس طب نعمل كمان 6 1 2 3 4 5 6 ادي عندي 6 كوبس طيب بعد كده عندي نشوف التنز التنز فيها كام فيها 3 وفيها 4 هنعمل 3 كولومز وكمان هنعمل 4 كولومز زي ما هو عامل كده طيب هنعمل ايه هنبدا بعد كده عندي نجمع نشوف هنا اول حاجه عندي كام عندي كوبس في الونز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يبقى انا عندي 13 كوبز ينفع يا اصدقائي نحطهم عندي كلهم في خانه الونز لا هنعمل ايه هنجمع عندي تنز هنجمع ايه تنز يعني هنجمع عندي تنز تنز ايه تنز كوبس عشر مكعبات شوف مع بعض ادي 1 6 7 8 ادي حد هنا كده اصدقائي دول عندي تنز هنعمل ايه نحطهم للي جنبها كلهم في وان كولوم في عمود واحد بقى كام عندي يا اصدقائي بقى عندي 3 هنكتب 3 طيب عندي نعد مع بعض الكولمز اللي معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى عندي هنكتب 8 يبقى الناتج بتاعي 83 نشوف مسألة كمان هنا بيقول 58 بلس 90 هيا أصدقائي هنعمل إيه؟ هنعمل في الجدول بتاعي الوانز والتينز هنا عندي في الوانز هنحط كام هنحط تو وهنحط ناين زي ما هو عامل كده الناحية التانية هنحط فيها الفايف وهنحط فيها وان زي ما هو عامل كده هنجمعهم مع بعض لما نجمعهم هنعد كده وان تو ثري فور فايف سكس 7 ايت ناين تين ايه ده اكتر من ناين يبقى عندي مش هينفع هنعمل ايه هناخد 10, 10 مكعبات نديهم اللي جنبها يبقوا كام يبقوا 1 كولمز يبقوا عمود واحد تمام يبقى عندي هنا اصدقائي نعد 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نحطهم عندي كلهم في سيركل بقى كام بقى 1 تمام طيب واللي جنبها اللي جنبها طبعا احنا اديناها عمود يبقى هنعدهم 1 2 3 4 5 6 7 يبقى على كام يبقى عندي هنكتب هنا يبقى النمبر بتاعي الناتج بتاعي 71 وكده يا اصدقائي انا خلصت معاكم الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني لايك للفيديو علشان استمر معاكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد